من الدوحة معانا الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أهلا بيك يا فندم. ازيك يا أستاذ عمرو؟ أخبار الأجواء إيه عندك في الدوحة؟ الحمد لله الأجواء كويسة جدا. هو بس طبعا الإجراءات الاحترازية وإحنا قاعدين في ملازمين الفندق من الفندق للملعب ومن الملعب للفندق بس كده. اللي هي طريقة الفقاعة. الحمد لله يعني الحالة النفسية كلها مرتفعة بس البعثة واللعيبة. ويتبقى توفيق ربنا إن شاء الله. وهل يعني بتشوفوا الجماهير وانتوا ماشيين بالأتوبيس لغاية الاستاد وانتوا راجعين في جماهير بتتابعكوا بتسقف لكم يعني في أي تواجد جماهيري يعني في اللحظات دي؟ طبعا هو يوم ما جينا يوم ما وصلنا قدام المطار او قدام الفندق وفي الطريق كله كان في جماهير كبيره قوي من الاهلاويه المصريين الموجودين في الدوحه وكان منظر بديع جدا يعني. طبعا الاجراءات الاحترازيه زادت بزياده قوي هنا في قطر فتجمعات طبعا في قلق عليها بالنسبه لتعليمات الدوله نفسها كاجراءات احترازيه فدي مخففه لكن الناس بيتصلوا بينا كتير وان شاء الله هم بس الناس توفر لهم التذاكر ويحضروا الماتش لكن متابعه منهم كتير برضو النهارده قدام الفندق واحنا خارجين من بره برضو مجموعه من الجمهور كان موجود مع كل الاجراءات الاحترازيه المعموله هنا في الدوله انما ما بيسمحش طبعا باي زيارات من خارج الفندق حد يجي لكم مصريين لعيبه مثلا موجودين يجوا يزوروا اللعيبه كل ده غير مسموح اطلاقا غير مسموح خالص باي حد ان هو يخش الفندق ولا حد مننا نخرج الا للملعب يعني عايز اقول لحضرتك طقم الفندق نفسه او المتواجدين من الفيفا اللي هم المفروض ان هم بينسقوا معانا دول برضو بينطبق عليهم نفس الشروط يعني ما بيروحوش اي مكان ولا حد بيجي لهم يعني هم خارجين بالظبط كده من الفندق للملعب معانا وبيرجعوا تاني على الفندق على طول اخبار المساحات والبي سي ارات ايه اخبارها ايه؟ النهارده عملنا بي سي ار احتياطي يعني في البعثه كلها المفروض نتيجتها تظهر كمان ساعه ان شاء الله لكله وفي بي سي ار تاني هيتعمل يوم الاربعاء للماتش نفسه ومفيش بس العميد محمد مرجان لغايه دلوقتي اللي هو الحمد لله حالته العامه كويسه جدا بس الفندق العزل يعني العميد محمد مرجان اللي هو المدير التنفيذي للنادي المفروض كان المسؤول الامني للبعثه. طب هو المفروض كان ليه مسحه ثانيه نتيجتها طلعت ولا لسه؟ لا لسه ما احنا هي كانت المحاوله ان احنا نعمل يا استاذ عمرو المسحه بدري شويه لكن هو الاصرار هنا لسه لغايه دلوقتي ان هي بتتعمل من تاريخ 14 يوم. يعني 14 يوم من تاريخ المسحه اللي عملها في المطار واحنا جايين كلمني على لسه اللي هي انها بتعمل بدري ما نجحناش فيها لسه. طب اللعيبه ما بيرجعوا الاوتيل بيعملوا ايه؟ طمني على معنوياتهم اخبارهم ايه بيقولوا ايه؟ يعني اثناء اليوم بيبقوا بين الجيم وبين الاستراحات بتاعتهم في دور كامل كده متوزع فيه ليهم انشطه اكتيفيتي بيعملوها زائد حاجات بقى يعني جوه الفندق نفسها بيعملوها بالتنسيق مع الدكاتره الموجوده ومع سواء علاج طبيعي او المدير الفني كل ده بيعملوه جوه الفندق الحمد لله يعني وفي انضباط كامل وعشان برضه يعني الفرقه شايفه انها في بطوله مهمه قوي فبرضه في تقبل لكل الاجراءات يعني الحمد لله. اللعيبه بتقول ايه على موضوع بايرن ميونخ؟ انا ابتديت اشوف كوميكس النهارده على موضوع بايرن ميونخ ده ويعني انه احنا مع الاهلي ما يقفش قدامه بايرن ميونخ ونقدر نعمل حاجه عظيمه بيقولوا ايه على الماتش ده؟ لا هو طبعا الكلام ده بيبقى دخيل علينا خالص يعني مفيش اي حد بيفكر في موضوع بايرن ميونخ التفكير كله في الماتش بتاع يوم الخميس مع الدحيح انما يعني خالص ولا في البعثه ولا اللعيب يعني ان في ماتش عندنا يوم الخميس ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه لا يعني البطولات دي هو يعني الحمد لله النادي الاهلي اتعود فيه على كده اللي هو هي بطوله بتبقى قصيره فالاهتمام بينصب على الماتش الاولاني اكيد وبعدها لكل حدث حديث يعني ربنا يوفقك ربنا معاكم ودي ربنا. من الماتشات اللي حقيقي نفسي الاهلي يكسبها يعني من قلبي بكلمك جد
وبجد فعلا نفسي الاهلي ان شاء الله والله يعمل. متاكدين يا استاذ عمرو وسمعنا ترقيتك من اول ما جينا قطر، فاحنا عارفين المره دي ان شاء الله معانا بقلبك يا رب. لا لا ان شاء الله وربنا كريم. وبعدين ما ممكن تبقى عمرو بيه تبقى خطوه للتغيير، مش يعني عارف يعني لا اكيد هنجربها المره دي يا استاذ طارق. الزمالك اليومين دول عالمي، يعني انا عايز اقول لك بس كنت انتوا في ماتش عالمي، الزمالك هنا عالمي وفي المركز الاول يعني. ما برضه استاذ عمرو لما هتجرب العالميه دي مع النادي الاهلي ان شاء الله مع الاهلي هتكمل يعني حقيقة. خلاص احنا واثقين انت بتشجع الاهلي اليومين دول ان شاء الله. ان شاء الله تجربه احنا واثقين انها هتنجح معاك ان شاء الله. طارق قنديل ربنا يعزنا بيك يا عمرو بيه ان شاء الله. ربنا يخليك طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.